يعني دائما بعملها وبتعرفيني اني ما بكون نايمة، فاكيد ما رح تقنعيني انك بدك تنامي هلا. شو عاملة بهالحياة لحتى عم بتعاقب كل الوقت؟ عانقيني امي، كل شي عم فكر فيه هو كيف فيني اوصل له واقتله او اقتل له ابنه. كل شي عم فكر فيه كيف فيني ادعسه سمومه زدته من الطابق عادي. كل شي عم يدور براسي منظر ابنه هو عم يموت، ومنظره هو عم يخبره انه ابنه مات. أمي أمي، مو أنت دائما بتقولي لي إنه وقت الشغلات تصير ورا ظهرنا بننساهم، وإنه كل يوم فينا نبلش من أول وجديد؟ خلص خلصت منه، خلص مني، خلص انسي. لا تخافي، ما رح أعمل شي، أصلا ما عندي القوة إني أعمل شي. لسا في أنتي وفي عمر، رح يجي يوم بتكونوا فيه فعلا بأمان برا هاد البلد. وقتها ما رح يكون عندي شي اخسره، ولا لينا لا لسه ما خلصنا. لك امي شو رح تستفيدي اذا ضليتي حاططيه براسك؟ امي الله يوفقك. خلص خلص، من شو خايفه؟ صار فيكي اسوأ شي. شو بيصير أسوأ من هيك؟ شو؟